منطقة الأمازون مكان مخيف، أين إن لم يكن هنا يمكنك أن تواجه مخلوقاً يشرب دموع أحد آخر، أو ضفدعاً مليئاً بالسم، أو إحدى أكبر الخنافس في العالم. وهذا ليس كل شيء، الطبيعة البرية معكم. في هذه الحلقة ستشاهدون مخلوقات في الأمازون أخافت كل العلماء. هيا بنا. أولاً للاستمتاع بأجواء هذه الحلقة، أقترح أن أبدأ بصورة لمخلوق غريب للغاية تم العثور عليه في منطقة الأمازون. وجدت الصورة على الإنترنت حيث تمت مناقشتها بنشاط. اعتقد بعض الناس بثقة أنها مزيفة وعبارة عن خدعة، وأشار آخرون للأساطير القديمة وحكايات الشعوب المحلية. كما ترون قبض الصيادون على الكائن الذي تحدث عنه أسلافنا. ماذا تعتقد؟ هل يوجد مثل هذا الوحش؟ أخبرني في التعليقات. سنستمر ونلقي نظرة على الجورجون، أو على جورجون ماكاريا، فراشة تتغذى على دموع الحيوانات الأخرى. من مظهرها لا يبدو هذا المخلوق مخيفاً، بل ربما على العكس من ذلك دميثاً ولطيفاً. تعيش في البرازيل قرب الأمازون ولا تلمس أحد. ليس بلا سبب عرف الناس بها فقط في القرن 18. تبين أن كل النظريات المتعلقة بالطبيعة الطيبة للفراشة قد امتدت أبعد من ذلك. فراشتنا تذهب للصيد عند الغروب، وفي الظلام تبحث عن الطيور التعيسة أو المسببة للحساسية. عندما يتم العثور على ضحية تجلس على رقبتها وتلتصق في عينيها بكل قوتها. يبدو الأمر مخيفاً حقاً، لكن هذه هي طريقتها. ربما تكون قد تخيلت بالفعل أن الضحية المسكينة تفقد وعيها فوراً وتموت، لكن لا شيء من هذا. باليوم التالي تكون حية وكأن شيئاً لم يحدث. كما تبين أن مسح الدموع ليلاً ليس ضاراً بالطيور، إلا أن هناك احتمالية للإصابة ببعض أمراض العين بالخرطوم. كما لا تشعر الطيور بأي إزعاج أو ألم، وإلا فإنها ستدرك بسرعة أن العصائر تعصر منها وستقوم بمقاومة الجاني. هنا يظهر سؤال منطقي، لماذا تصطاد هذه الفراشة دموع الطيور؟ لماذا لم يرضيها رحيق النباتات؟ من قال إنه لم يرضها؟ إنه يناسبها، وعلاوة يشكل أساس غذائها. تحتاج الماكاريا للدموع فقط لتقوية جهاز المناعة. في الفراشات هذا الموضوع ليس فريداً جداً. لا تمانع الأنواع الأخرى في تحسين توازن الملح لديها عبر دموع الحيوانات. هذه الظاهرة لها مصطلحها العلمي الخاص، لاتشيرفياجي. إنها علاقة عملاقة من نفس منطقة الأمازون، ومن المستحيل عدم ملاحظة تطفلها. تعتبر هذه الأفراد الأكبر من نوعها. يمكن أن يصل طولها ل 45 سنتيمتراً، وعرضها يصل إلى 10 سنتيمترات. رغم ذلك فإنها ماهرة في الاختباء وتتمتع بمرونة عالية، مما يسمح لها بالانزلاق بين الشقوق والفتحات وتجنب التواصل غير المرغوب. تعيش العلق في مسطحات الماء، بسبب لونها الرمادي والبني يكاد يستحيل اكتشافها هناك. كما أنها لا تثير أي ضجة أبداً، وتتظاهر بأنها كومة طين. تختبئ في الغابة الساحلية وتنتظر هدفها. أصبح هدف هجومها بانتظام هو الكايمن وأفعى الأناكوندا وحتى الماشية. لمحاربة مثل هذه الأعداء القوية يجب أن تملك أسناناً طويلة وحادة، لكن العلق العملاق لا تهتم بهذا. يتم كل ذلك باستخدام خرطوم حاد واحد فقط. يدخل الطفيلي إبرة في وعاء كبير ويمتص الدم حتى يتم تشبعه بدرجة كافية. وفقاً للعلماء علقة واحدة قد تستوعب ما يصل إلى لتر من الدم معاً. يمكنك تخيل ما يمكن أن تفعله مجموعة منها. يمكنها حرفياً أن تمتص الحياة من بقرة ضخمة في فترة زمنية قصيرة. وذات مرة بدأت حياتها كمصاصي دماء مع الضفادع العادية. عندما سمعت عن هذه العلق شعرت بعدم الارتياح. اعتقدت أنها كانت أسوأ وأبشع الأشياء التي توجد في غابات الأمازون، لكنني مخطئ. المخلوق الذي سأخبركم عنه الآن سام جداً، بحيث لمسة واحدة تكفي لتصاب بتسمم القاتل. نتحدث عن الضفدع السام الذهبي، ضفدع مشرق جميل. في الحقيقة إنه ضفدع لطيف جداً، لكن وراء هذا المظهر يخفي تهديداً لجميع الكائنات الحية. كما قلت يمكن أن تعاني من لمسة واحدة فقط له. هناك سم يكفي لقتل 250 بالغاً في وقت واحد. قد تعتقد أنه لا يجب لمس هذه الضفادع فهي مشرقة، لذا من السهل التعرف عليها. هناك شيء فقط، الضفادع السامة هذه لا تعيش في الماء،
تعيش في تيجان الأشجار في مكان ما هناك، وفي أي لحظة يمكن أن تهبط بطريق الخطأ على أي أحد. تتكيف أجسادها مع أسلوب الحياة الجديد لدرجة أنها قررت التخلص تماماً من الشريط الموجود بين أرجلها، وبدلاً من ذلك اكتسبت مواد لزجة تسمح لها بالزحف بشكل عمودي حتى مع رأسها للأسفل. الزحف كالرجل العنكبوت رائع، لكن ما زلت لا أفهم سبب احتياجها إلى السم. في الواقع حتى العلماء لا يعرفون. ربما لا يريد الضفدع ذلك مطلقاً. هناك نظرية مفادها أن السم ينتج تلقائياً عندما تلتهم جميع أنواع العناكب المحلية ذات السم. البرمائية نفسها ليست مسمومة، والأكثر من ذلك أنها تتبنى سلاح غذائها. على هذه الخلفية حاول العلماء دراسة بنيتها الداخلية وفهم كيفية عدم تسمم الضفادع بهذه السموم، لكن لم يتمكنوا من ذلك بعد. هناك ضفدع غامض يقفز بين الأشجار فوق نهر الأمازون، إذا تخلى الحظ عن السائح فإن الضفدع سيهبط عليه ويقتله. الخنفساء العملاقة. عندما سمعت الاسم لأول مرة فكرت ها هو سلاحنا ضد الضفدع السام. خنفساء عملاقة والتي تقطع الأشجار وهي محصنة ضد السم، لكن لم تكن الأمور وردية هكذا. الخنفساء العملاقة ليست إنساناً، إنها خنفساء تعتبر من الأكبر في العالم. جسمها مسطح واسع مفلطح. كقاعدة عامة يتراوح طول البالغة من 8 سنتيمترات ل17 سنتيمتر، لكن هناك قصص عن حشرات بطول 20 سنتيمتر بجانب الجسم الطويل تتمتع بدرع مثالي. إن لونه أسود بني وهو يتكون من الأشواك. لديها شوارب طويلة تشبه الأغصان، إضافة لأرجل قوية مع ما يشبه الخطافات بنهايتها. فوق كل هذا عبارة عن فكين قويين، كما يقول يمكن لهذه العملاقة أن تعض حتى إصبع رجل بالغ. أوصي بشدة بعدم التحقق من هذه الحقيقة. لا شيء معروف عن حياتها أبداً. ماذا لو كانت في مجموعات طوال الوقت وبمجرد إمساك أحد العمالقة ستسرع إخوتها للحماية؟ بعيداً عن المزاح، لكن ذلك ممكن، ليس لديها ما تخسره. تعيش لبضعة أسابيع فقط حيث يتآكل جسدها بسرعة. أناكوندا. أخبرني ما هي قصة الرعب عن الأمازون بدون أناكوندا؟ أكيد لا شيء. هذا صحيح طبعاً. هذا الزاحف العملاق من فصيلة البواء أبقى المحليين في حالة من الرهبة لمئات السنين. رغم الوقت الطويل الذي عرفه الناس عنها، إلا أن العالم العلمي لم يحدد بعد حجم الأناكوندا. يقول البعض إنهم رأوا أفراداً بطول 6 أمتار، ويؤكد آخرون وجود أفراد يبلغ طولها 8 أمتار، ويقسم آخرون أنهم التقوا بأناكوندا يصل طولها ل11 متراً. من المخيف تخيل ما تستطيع هذه الأفعى فعله. إذا كانت هذه القصص صحيحة، بعد كل شيء حتى الأفراد الصغيرة التي بطول 3 أمتار تمثل بالفعل خطراً كبيراً. إنها تندمج بشكل ممتاز مع البيئة وتصبح غير مرئية لأعدائها حتى بالرغم من حجمها الكبير. لحسن الحظ ليس لديها أسنان سامة، ولكن تم تعويضها بالكامل عن طريق صفوف أسنان صغيرة على شكل خطاف متجهة للداخل. أي خصم سيتردد ولو للحظة واحدة ويتعمق قليلا في حناجرها سيكون ميتا. الهرب من مثل هذه الخطافات الحادة وحتى الانحناء للداخل أمر غير واقعي. يمكن أن يتم هضم ضحايا الأناكوندا داخلها لأسابيع، مما ينقذ الثعبان من الوجبات المتكررة ويحمي المحليين من الخوف. وهكذا تصطاد الأناكوندا على الأرض وتحت الماء، تزحف بسرعة وتهاجم من تريد، ولا تخشى إلا أنه لا يوجد مكان في بطنها للفريسة التالية. أتلانتيك بوشماستر. هذا اسم ثعبان آخر يسكن هذه الأراضي. سأقول لك هذا، إن صبره يحسده الجميع. إنه أكبر عضو من الثعابين السامة في أمريكا الجنوبية لعائلة الأفاعي. لا تسهل رؤيته، فهو يعيش في مناطق غير مأهولة بعيداً عن الناس، وهذا لأنه من المهم للغاية بالنسبة لمشرف الأدغال ألا يقاطع الروائح التي يبحث عنها بواسطة أي شيء أو أي أحد آخر. يزحف الزاحف للصيد ويجمع كل الروائح الشهية من الهواء ويتوقف عند واحدة منها الأحلى. يرسم الثعبان الطريق الذي مشى عليه هذا الفرد بحثاً عن شجيرة أكثر راحة ويجلس للانتظار. يمكن للثعبان الانتظار لساعات وأيام وحتى أسابيع. إنه مستعد لفعل أي شيء للقبض على هدف شهي.
دائما ما يتبع الخصم نفس الطريق عاجلا أم آجلا، وسيأخذ قائد الأدغال حياته بعد اندفاعة واحدة ماهرة. البعض يقول عن تقنية الصيد هذه غريبة، وأنا أتفق معه تماما، لكن الشيء الأهم بالنسبة لي هو أن هذه التقنية فعالة. يمكن للثعبان أن يبقى بسهولة دون طعام لفترة، مما يبطئ العمليات في جسمه، فلماذا لا يستفيد من هذا؟ هذا الثعبان الذي طوله 3 أمتار قد يأكل 10 مرات فقط في السنة، ويحتفظ بوزن 5 كيلوغرامات. يصعب التصديق. من ناحية أخرى، لن تحافظ أسماك الأرابيما على نظام الغذاء الصارم هذا. بعد كل شيء تحتاج للأكل، وخاصة سمكة بهذا الحجم. يعد هذا المخلوق من أكبر أسماك المياه العذبة في العالم، حيث يصل طول أسماك الأرابيما عادة إلى 2 متر. ولكن هناك أفراد بطول 3 أمتار وحتى 4. بصفتها ملكة حقيقية، تتجنب الأرابيما الصخب والضجيج، وتختار حياة مريحة مغطاة ببرك من النباتات. لهذا في نهر مضطرب كالأمازون من غير المرجح أن تقابل أرابيما، ولكن في المستنقع المجاور سيكون هذا الاجتماع محتملاً. نظراً لأن السمكة قد نمت لهذه الأبعاد الكبيرة، فمن غير المرجح أن يبتلعها أي من الكائنات المائية، وبالتالي لا يمكنها القلق بشأن أي شيء ولا تتعجل في أي مكان. يتم تغطية حلق السمكة ومثانتها بأنسجة الرئة، مما يسمح لها بتنفس الهواء العادي، وبالتالي فإنها أيضاً ذات قدمين، فهي قادرة على قضاء الوقت تحت الماء وعلى الأرض. يتغذى العملاق على إخوته الصغار، وكذلك الطيور أو الروبيان. إن صيدها أمر غير معتاد أبداً، هي لا تختبئ، وبنفس الوقت لا تظهر العدوان المفرط. إنها تتظاهر فقط بأنها حطب عائم بشكل فوضوي. بمجرد أن تقترب من الضحية المحتملة فإنها تقوم برعشة حادة وتبتلعها بالكامل. عندما نتحدث عن الأسماك التي قد تكون عدوانية، تذكرت على الفور سمكة بايارا. حسناً، دعونا نتحدث عنها. هذه سمكة خطيرة للغاية من الأمازون، وهي لا تخاف من أي شيء، حتى أنها تصطاد أسماك الضاري. وفقاً للمحليين، ذات مرة مجموعة من البايارا قطعت تمساحاً كاملاً إلى قطع خلال ثوان. سمكة البايارا أو مصاصة الدماء اسمها الآخر، قد يصل طولها لحوالي 120 سنتيمتراً وتزن 18 كيلوغرام، لكن الشيء الأكثر إثارة كما تعلمون بعيد كل البعد عن طولها. تتمتع بأسنان كبيرة لدرجة أنه كان عليها أن تخترع تجاويف خاصة لتضعها، وإلا فإن فك السمكة مصاصة الدماء لن يغلق. لكن لا تتعجل بالهرب من الأمازون، فهي ليست لديها اهتمام بنا، إنها تريد فقط الأسماك الطازجة. لا يهم ما إذا كانت أسماك الضاري أو حتى أفراداً من أنواعها، مع الجوع ستأكل أي أحد. يقترب مصاص الدماء من عالم المياه من الضحية قدر الإمكان، ويلحق بها بدفعة واحدة، ويقوم بغرس أنيابه في القاعدة نفسها. يتم دفع الفريسة المؤسفة في فم الصياد مثل سيخ، ولا يمكنها الهرب. حريش الأمازون العملاق نوع من المفصليات ينتمي إلى فئة الإسفنج. تعد هذه المخلوقات من بين أكبر وأخطر أعضاء نوعها. تسكن الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية والوسطى. يمكن أن يصل طول حريش الأمازون العملاق من 30 إلى 35 سنتيمتراً، رغم وجود أفراد تصل إلى 45 سنتيمتراً. أيضاً لديه من 21 إلى 23 زوجاً من الأرجل تستخدم للتنقل والصيد. جسده مغطى بغطاء شيتيني قوي يحميه من الأعداء، ويساعده على إيجاد طريقة عبر النباتات الكثيفة. رغم مظهره المخيف، إلا أن هذا العملاق لا يشكل تهديداً للبشر. إنه يفضل افتراس الحشرات الصغيرة كالصراصير، وكذلك اللافقاريات الأخرى، لكن إذا تم إزعاجه يمكنه العض. مع ذلك، العضة ستكون مؤلمة ولكن ليست قاتلة للبالغين. إحدى السمات الرئيسية للحريش الأمازوني العملاق قدرته على التجدد. إذا فقدت المخلوقات ساقاً أو عدة أرجل، ستتمكن من تجديدها خلال أسابيع قليلة. الكايمن الأسود يعد واحداً من أكبر الزواحف الحديثة التي تعيش في منطقة الأمازون. حصل القاطور على اسمه بسبب لونه الأسود والبني ولون بشرته الداكن. يمكن أن يصل طوله إلى 5 أمتار ووزنه أكثر من 400 كيلوغرام. يتمتع بفك قوي وأسنان حادة تساعده على اصطياد الحيوانات بما فيها التماسيح وحتى الفهد. وهو سباح ممتاز، ويمكنه البقاء تحت الماء لـ15 دقيقة. الأعداء الوحيدة لهذا المخلوق الفهد وأفعى الأناكوندا العملاقة.
من المعروف أن تماسيح بطول مترين أصبحت أكثر من مرة غذاء للثعابين بطول أمتار. مع ذلك لا تتعارض أي ثعابين عادة مع الكايمن الذي يزيد طوله عن 3 أمتار. من المثير أن هذه القواطير يمكنها تغيير لونها حسب الظروف البيئية، مما يساعدها على التمويه والصيد بنجاح أكبر. هذا كل شيء، أخبرني في التعليقات أي مخلوق بدلك أكثر رعباً. إذا كنت مهتماً ضع إعجاباً واشترك في قناتنا، وشكراً للمشاهدة.